السلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم تتواصلوا مع سلسلة الليجاتو ونحضروا في طبقات الجينواز. سبق وحضرت لكم جينواز بالمحسن، برشا ما يعرفوهش وإلا مش متواجد في المكان اللي هما فيه وإلا يفضلوا ما يستعملوهش. اليوم استعملت لكم طريقة أخرى، طريقة بسيطة وطريقة سهلة ياسر، بمكونات موجودة في كل بيت نتحصلوا على جينواز بقوام رائع كما تلاحظوا، ما تتكسرش معنا. هذه هي هكا التكستير متاعها. حبيت نقولكم إذا كنتوا من زوار جدد نقولكم مرحبا بكم، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنساوش باش تشجعوني بالجيم والكومنتير. طيب كنتبه مع بعضنا طريقة التحضير. المكونات متاعنا متاع جينواز لهنا نستحقوا 5 مغارف سكر، 5 مغارف فارينة، فارينة بالطبيعة مغربلة، 5 كعيبات عظم، مغرفة قهوة متاع خميرة جاتو، مغرفة خل تنجموا تستغنيوا عليها، وعنا لهنا شوية ملح. نبدأوا تويكا مع بعضنا، ناخذوا العظم متاعنا نفصلوا الأبيض وحده والأصفر وحده. سبق وحضرت لكم جينواز بالجيلك، برشا ما يعرفوهاش وإلا مش متواجد في البلاصة اللي هما فيها. اليوم اخترنا نعملو الطريقة هذه. ردوا بالنا من العظم، ما لازمش حتى قطرة اصفر تجينا في الابيض، في الابيض سينو راهي ما تنشحناش الوصفه. بالطبيعه العظم متاعنا مغسول نضيف. الفور متاعنا قاعد يسخن على 200 درجة. انا الفور متاعي حطيته فونديلاتير، اذا كان مش متوفر عندك الفور بالفونديلاتير تحط النار جست من اللوطة ومن بعد تحمرو دوبلاش، ما تاخدش برشا وقت، تقريبا 10 دقايق. اول حاجة نبداو بها الاصفر نخليوها اكوتي، ناخذو الابيض متاعنا ونصبو معاه شوية الملح، شوية مش برشا لتعديل المذاق فقط. ناخذ الركاضة متاعنا، نركض العظم متاعنا البلون دوف. وقت اللي تلاحظوا ولا هكي عمل الكشكوشة، واحنا نصبوا شطر الكمية متاع السكر. نقعدوا نركضوا بالباهي لين يولي بلون ناش. كما تلاحظوا الابيض متاع العظم متاعنا طلع بالباهي، لازم كما تلاحظوا كما هكايا كي منقار العصفور كما هكايا نحطوها اكوتي. معلومة مهمة ما نسيت ما قلتها لكمش، العظم ضروري انه يكون بحرارة الغرفة، ما لازمناش نكونوا خرجناه بارد من الثلاجة. تو ناخذوا الاصفر متاعنا نزيدوه قطرات من الارام متاع الفاني، ما
مغرفة الخل والسكر، بقية السكر كما قلت لكم اللي قسمناه، شطار ركضناه مع الابيض متاع العظم، وهذايا الشطار الثاني مش نعملوه مع الاصفر. طيب مش نركضوه بالباهي لان الاصفر هو زيادة يفتح ويولي فاتح لونه. كما تلاحظوا الاصفر متاع العظم متاعنا تغير لونه ولا لونه ابيض، كما تلاحظوا كما هكايا. في المرحله هذه تو مش نستغناو على الركاب الكهربائي، صبوا الخليط على الابيض متاع العظم، والفرينة كما قلت لكم مغربلة، نزيدو تويكة بالمغرفة بالمغرفة، راهو ضروري تغربلوها. ناخذو مغرفة الخميرة زيد نغربلوها، خاطر ساعات نلقاو تكتلات في الخميره متاعنا. هذه هي هكا مغرفه، في المرحله هذه نحركو بالسياسه بالسياسه كما تلاحظوا من لوطة للفوق، بالسياسة باش ما نخرجوش هذيك الهواء اللي دخلناه في البلوندوف. كل ما نحسو المغرفة اللي رميناها دخلت في وسط الميلانج متاعنا، وحنا نزيدو مغرفة واحدة اخرى. اليوم انا استعملتها بالنكهة الفاني، تنجموا نفس الطريقه تعملوها بالكاكاو. احنا لهنا عندنا 5 مغارف فارينة، نجموا نعملوا 3 مغارف فارينة مغرفتين كاكاو. كما قلت لكم ديما بالسياسة، سيسو شوية وصعبال ونتحصلوا على نتيجة هايلة. ديما نثبتوا باش ما نخليوش تكتلات متاع الفارينة، ومن بعد تقعد مش مزيانة في وسط البات متاعنا. كما تلاحظوا ديما من الفوق للوطا من الفوق للوطا وبالسياسة، سهلة مش صعيبة. كملوا الفرينة متاعنا، كملوا خلطوا بنفس الطريقة.
ميلونج نتاع الجينواز نتاعي سي كملنا، حركناها هكايا. ناخذو الطبق نتاعنا، فرشناه بالبابي كويسون. كبر الطبق نتاع الفرن نتاعي 30 على 40. تو نصبو الخليط نتاعنا، نوزعه على كامل الطبق. نوزعها هكايا بالتساوي. دخلوها تويك على الفور الطيب، بعد ما تطيب وانا نرجع نوريه لكم. الجينواز نتاعنا تويك طابت، خرجناها من الفور. هذه هي الجينواز نتاعنا كما تلاحظوا، نحيوها من القطاس نتاعها. ما خذتناش برشا وقت، ميم با 8 دقائق، والجينواز نتاعنا كانت حاضرة. ما تلاحظوا تتنحى بسهولة، تيسوها كما هكا. هذه هي الجينواز نتاعنا كانت لليوم، طريقة بسيطة وطريقة سهلة. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. كما تلاحظوا نجمو نعملوها رولو طرية، هذه هي وصفتنا كانت لليوم. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. انتظروني في فيديو قادم مش نعملو بها جاتو، مش نعملو المونتاج مع بعضنا. وتو ما بقالي كان نقولكم بسلامة.